ما هو الشرط الرابع من شروط الصلاة؟ النية. نعم. أردتني يوم أسفرت لصلاة من دنو هنا نقول وهي أن يقول ما يدم عنه نية ما سمرت اللهم ونية بلومالت لنو أنت يتاي إني نويت أني أسبيال أن أصلي أني أسجد في هذا اليوم بذاريك يوم الاثنين يا سنوكا الموافق سنوكا يقدموا يهونا للثامن والعشرين لها سمن تنوكا من شهر ذو الحجة كذو الحجة 1440 عند شهرات متو عمت لي الموافق تسمعني هنا للسابع عشر لأسرع سنواتين يوم من شهر أغسطس أغسطس ما أدري ما أغسطس أغسطس 2019 ناسي 2019 هلت تشي أسرع أسرع سنين مصليا بدولة أثيوبيا إثيوبيا تمت بالو أقر لسقد في مدينة بحر دار بحر دار كتبة في مسجد هيا مسجد ما هو اسم المسجد بخاري ها البخاري رحمه الله مسجد البخاري مصليا صلاة العصر عصر صلاة الفجر الساعة الرابعة أرادتني أو ساعتلي بتوقيت أثيوبيا بإثيوبيا ساعة قطاتر الساعة الثانية عشر بتوقيت أثيوبيا الثاني أسرادتني أو ساعة بإثيوبيا بمعنى قطاتر مكريسين لا يمكن أن يكون هذا يهينة ليون أي قبام الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نبيات بذي هينة يمطون بذي هينة نية محلها القلب يهولا بابا لوركنو نية معنات قلبنا التلفظ بها بدعة ضلالة باك قلبه يهولا استهو نزرزرنا وبدعة ما الدليل على أن لا تلفظ بالنية في الصلاة دليل أريد دليل خاص على الصلاة أنه لا تلفظ بالنية في الصلاة نعم الصلاة وسط بنية مناقر أسفلاجي أدلم يلبس رانه ولميلو ما سرجع ما سرجع في القلب من يعرف من يمدس اللي. نعم لا 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 هذا دليل عام الله أكبر حديث المسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء فكبر لم يقل له قل اللهم نويت أن أصلي في هذا اليوم الاثنين الموافق لكذا ما ترجعوا يا صلاة أستكاكل ويا السجد يسو نبرة نبيات سيستمروت وجه صلاة يقبها قزي الله أكبر نويلو تنجي قل نويت أن أصلي مستقبل كبا على لتن إيه رو تلك ما سرجاتشن بينون نرو لا بغرارو لابد أن نضبط المسائل بالأدلة سننجر مسائلهم كما سرجا جرى للناس تساسر يقدل النال